حدث يعني صدمة كبيرة، بقول برضه الحمد لله على كل حال. يعني تلقيت الخبر صاعقة، أنا شغال، أنا شفيت شغال أخذت نابس رام الله وحكوا معي وأنا طالع على رام الله، عندي بكيت عن منطقة اللبن عن شيلو تقريبا، بقولوا إنه مصاب، إصابة خطيرة. كنا تفاكيد الله رحمي الحمد لله، وطلعنا وصلنا رام الله، بعدين لما حكوا أجل الإسعاف الإسرائيلي وأخذوا على شيلو، وين رحنا؟ رحنا على شيلو، استنينا عند مفرق ترمس عياه، بعد ساعتين اللي بقولوا يا عم استشهد الشاب رحمة الله عليه. المستوطنين اجوا علينا، احنا بنشتغل في بيتنا قاعدين، لا بنروح ولا بنيجي، وما هجموا عليه، طخوا الجندي هو على ظهر السطح، وطلع المستوطنين اكثر من 20 مستوطن بلشوا فيه ضرب، واكثر من ساعه، من 40 دقيقه لساعه ونص هو ينزف، ما خلوا حدا يطلع عليه نهائيا، خلوه يعني استوى بعد ما قتلوا اخرى المستوطنين بفوق ما طخوا الجيش. يعني الجيش حماية للمستوطنين، الشباب حاولوا ياخذوه ما خلوا الجيش يفوتوا على البيت نهائيا، اكثر من ساعه بحكي لك، من ساعه لساعه ونص هو على ظهر السطح ينزف، ما خلوهم نهائيا. مش اول مره بيهاجموا البيت، يعني بيجي ثالث مره رابع مره، هاي مره كسروا الشبابيك وخلوا على الشجر، ما خلوا، كل مره بيجوا بيعيثوا فساد، فساد في الارض هناك. يعني لا اول مره ولا اخر مره. تسليم هسه مش مبين، بقول لك بدهم يحققوا في الوضع، ما في هسه تسليم، ما يعني ما حد بلغنا ولا اي جهه رسميه بلغتنا في التسليم. والله شباب البلد ما بتقصر، الله يعطيهم العافيه، بس يعني لما الجيش يكون مسلح يعني كيف ما بكات المخرز. عندنا الشباب يعني انتم بتعرفوا ماضي كسرى شو، يعني ماضي كسرى مشرف بصراحه، وحيظل ان شاء الله مشرف. انا هذا ابني الترتيب الرابع، انا عندي 5 اولاد هو الترتيب الرابع، ولاجل الوطن الاربعه كمان يروحوا مش مشكله عندي.